ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده هنشرح ان شاء الله درس مقومات الدوله البشريه، وركز بقى معايا، درس المقومات الطبيعيه، درس المقومات البشريه من اهم الدروس اللي حضرتك لازم تبقى واخد بالك منهم، ودول بيجوا منهم اسئله كتيره جدا ربط في المنهج، يعني حضرتك بكل براحه كده وبكل هداوه لازم تكتب كل الافكار اللي خدتها معايا في درس المقومات الطبيعيه، وتكتب كل الافكار اللي خدتها في درس المقومات البشريه. خد بالك انا هنا بنشرح الدرس وبنديلك افكار تخص الدرس، وبنجيب شويه افكار كده تربط الدروس القديمه، انما لما نخلص المنهج الاسئله بتختلف والروابط كتير والافكار كتير، فاكتب الافكار اللي هتاخدها النهارده عشان تسهل عليك. نبدا بسم الله، احنا نبدا دلوقتي نشرح درس المقومات البشريه. طبعا الدرس بيتقسم معايا لكام نقطه؟ الدرس بيتقسم معايا لاربع نقط. ايه هم الاربع نقط دول؟ النقطه الاولى السكان، النقطه الثانيه التركيب الاقتصادي، النقطه الثالثه القوه العسكريه، النقطه الرابعه القوه التنظيميه. من دلوقتي بقول لك خلي عينك دايما على القوه التنظيميه وعلى السكان، مهمين جدا جدا، وكل افكارهم في الامتحان. مش معنى كده ان انت تسيب التركيب الاقتصادي، لا مهم، والقوه العسكريه مهم، لا، بس التريكات كده والافكار بتيجي دايما في الحته دي. طيب الحجم السكان هنتكلم في ايه؟ هنتكلم النهارده على حجم السكان وعلى خصائص السكان. تاني النهارده هنتكلم على ايه؟ على حجم السكان وهنتكلم على خصائص السكان. فركز بقى معايا النقطتين دول هو شرح النهارده، ويلا بينا نبدا الدرس. دلوقتي حضرتك يا محترم انا هتكلم على المقاومات البشريه. طبعا انا عارف ان اهم عنصر عندي لقوه الدوله هو العنصر البشري. ليه يا عم؟ لان العنصر البشري هو اللي بيستثمر الاراضي وهو اللي بيستخرج الموارد، يبقى من غير العنصر البشري انا ما اقدرش استثمر موارد الايه؟ الدوله. طيب انا هبدا في ايه بقى؟ هتكلم على حجم السكان. نبدا نسمي الله بقى كده واحده واحده. افكر حضرتك كده ان كان عندي مقاومات طبيعيه، والمقاومات الطبيعيه دي كان اسمها ايه؟ كنا عارفين باسمها انها قوه مورفولوجيه. طب انا دلوقتي خلصت درس المقاومات يا مستر، انا بفكرك بانها اسمها قوه المورفولوجيه، انما النهارده انا هشرح درس ايه؟ هشرح درس اسمه المقاومات البشريه، ومن المقاومات البشريه دي انا هتكلم على السكان اللي هي اسمها ايه بقى؟ قوه ديموغرافيه. يبقى القوه الديموغرافيه هي ايه يا محترم؟ هي المقاومات البشريه. طيب هنتكلم ايه بقى النهارده؟ قال لي النهارده انت هتتكلم على حجم السكان، ومين في حجم السكان؟ تعالى واحدة واحدة كده ونبدأ نوضح إيه يقصده بحجم السكان. بص يا محترم، أنا هبدأ بحجم السكان دلوقتي وأوضحها لك واحدة واحدة. حجم السكان لو ركزت معايا كده هلاقي إن دول العالم حجم السكان فيها مختلف، بمعنى هلاقي دول بتتميز بتباين حجم السكان، يعني في دول حجم سكانها كبير عندها عدد كبير من السكان، وفي دول عندها عدد صغير منين؟ من السكان. عشان كده لما اقول لك تباين حجم السكان اقصد بيه ايه؟ ان انا عندي دول حجم سكانها كبير او ضخم. زي مين؟ قال لي الدول اللي حجم سكانها كبير او ضخم دي زي روسيا، زي الصين، زي الهند، زي الولايات المتحدة. طيب ولو رجعت تاني الفكرة، دول حجم سكانها كبير، ايوه يعني كبيرة جدا، ايوه. لو اخدت الفكرة دي بقى، الدول اللي انا بتكلم عليها دي دول مساحتها ايه؟ صغيرة ولا كبيرة؟ لا، دول تتميز بقوة مورفولوجية، الا وهي المساحة الايه؟ الكبيرة. ركز بقى بالله عليك معايا، اللي انا هبدأ احط لك تريكات كده. يبقى معظم الدول اللي عدد سكانها كبير او ضخم في السكان هي الدول اللي مساحتها ايه؟ كبيرة، زي روسيا، زي الصين، زي الهند، زي الولايات الايه؟ المتحدة، وكل قاعدة لها استثناء طبعا. طب النقطة الثانية، قال لي في دول حجم سكانها صغير مش ضخم.
قال لي الدول دي زي مين؟ قال لي الدول دي زي دولة الفاتيكان، قال لي الدول دي زي دولة سان ريمو اللي هو ايطاليا، ودي دول جيبية. قال لي الدول دي مساحتها اتغيرت زي دول عدد سكانها كبير، انا اسف، زي دول الخليج العربي بتتميز بان عدد سكانها ايه؟ صغير. طيب اديتك امثله واديتك افكار، لاحظت كده ان الدول اللي حجم سكانها صغير معظمها دول ايه يا محترم؟ معظمها دول مساحتها صغيره. انا بقول اهو معظمها، لان في دول مساحتها كبيره بس عدد سكانها قليل، يعني لكل قاعده يا محترم استثناء. طيب كده انا وضحت لك ان في تباين في حجم السكان. طب وانت بتبص كده على الدوله اللي مساحتها كبيره لقيت ايه بقى؟ لقيت ان الدوله اللي عدد سكانها كبير ومساحتها كبيره، الدول دي بتتميز بان يكون ليها وزنا سياسيا وبيكون عندها قوه عسكريه. الله، يبقى انا فهمت ان اللي بيدي للدوله قوه عدد السكان. ولما تلاقي واحد دولة عدد سكانها كبير فبتلاقي رئيس الدولة بتاعها دايما بيتكلم كده انه عنده خلفية وراه عدد شعبي كبير بيأيده، يعني قوة كبيرة، فمعنى الكلام كده انه مالي مركزه، انه عنده عدد سكان كبير. وهم اي دولة بتعمل حساب للدول اللي عدد سكانها كبير، لان الدولة اللي عدد سكانها كبير الدولة دي بتتميز بأنها عندها قوة. وكده كده لو أنا داخل جوه تكتل اقتصادي وأنا عندي عدد سكان كبير هم محتاجيني، لأنهم بيوردوا لي منتجاتهم، أنا بالنسبة لهم سوق كبير، عندي سكان كتير. حط المعلومة كده في دماغك، يبقى الدولة بيبقى لها قوة بسبب عدد السكان. بس هنا بقى القوة اللي أنا بتكلم عليها، الوزن السياسي أو القوة العسكرية، الدولة اللي حجم سكانها كبير وعندها مساحة كبيرة دي بنقول عليها دولة ايه؟ عظمى. يعني عندها قوة ايه؟ عظمى. خلاص انا وضحتها. انا بقى عاوز اميزك. طلاب شعلان يتميزوا، ايه بقى الميزة؟ عايز حضرتك كده تحط قاعدة وتقول ان دي القاعدة رقم واحد. ايه القاعدة دي بقى؟ ان الدولة اللي عندها حجم سكان كبير زائد مساحة كبيرة زائد مقاومات اخرى. فتقول لي ايه يا مستر المقاومات الاخرى دي؟ هقول لك دلوقتي. ها، تساوي المعادلة دي بالنسبة لك كده، تساوي ان الدولة دي هتتميز بانها عندها قوة عظمى. طب قول لي يا مستر هي ايه اصلا المقاومات الاخرى دي؟ تعالى يا محترم نقول المقاومات الاخرى دي زي ايه. المقاومات الاخرى دي يكون عندها تطور تكنولوجي، يكون عندها موارد كتير، يعني عندها قوة اقتصادية. فالدولة اللي عندها تطور تكنولوجي وعندها موارد وعندها قوة اقتصادية، كل الموارد دي اسمها قوة أخرى، يعني وعندها قوة عسكرية، يبقى دي مقاومات أخرى. يبقى القاعدة بقى، أي دولة حجم سكانها كبير مساحتها كبيرة عندها المقاومات الأخرى دي تبقى دولة عظمى أو قوة عظمى. يلا شباب كده أنا عايزك تبقى متدرب على القاعدة دي، حجم سكان كبير، مساحة كبيرة، المقاومات الأخرى موجودة، يبقى أنا هنا دولة إيه؟ ده كله يوديني في الآخر إن الدولة دي دولة تتميز بقوة عظمى. طيب تعال نوضح حجم السكان الكبير وحجم السكان الصغير ونعمله في جدول. يعني هقول هنا ادي حجم السكان، وهقول ان الدولة اللي حجم سكانها
كبير عشان تبقى عارف انا بتكلم في ايه. ليها مزايا، والكتاب قال لي بيكون فيها برضو عيوب. وخلينا نتفق ان العيوب دي ممكن نقول عليها اسم صعوبات، معوقات ممكن الدولة تتغلب عليها. طيب واحدة واحدة، ايه الميزة اللي بتعود على دولة حجم سكانها كبير؟ تخيل كده حضرتك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر كده، انا عندي دولة زي الصين عدد سكانها ضخم، مليار واكثر من 100 مليون نسمة، وعندي دولة عدد سكانها كبير فوق المليون، وعندي دول عدد سكانها صغير بتوصل للالاف زي الفاتيكان كده زي ما قلت لك. طب الدولة اللي عدد سكانها كبير ضخم دي، لو انا بتكلم دلوقتي على دولة زي الصين، زي الولايات المتحدة او روسيا، ايه الميزة اللي بتعود عليها؟ قال لي اول ميزة، الدولة اللي عندها حجم كبير هيكون عندها عدد كبير من الجيش، عندها عدد ضخم من الجيش لان عدد سكانها كبير جدا. يبقى الميزة اللي خدوها هنا بقى محترم، لما يبقى عندي جيش كبير، الجيش ده عشان اعمل ايه؟ عشان اتصدى لاي عدو، او عشان اقول للناس انا دولة عدد سكاني كبير وعندي قوة عسكرية واقدر ادافع عن الدولة من اي اعتداء خارجي. اسمع مني لاني هحط لك معلومات انت ممكن ما سمعتهاش قبل كده. جيش كبير، يبقى العامل هنا، الميزة هنا داخلية ولا خارجية؟ لا، انا بعمل جيش عشان احمي، يبقى عامل خارجي. يبقى دي من العوامل الايه؟ الخارجية للدولة، اللي انا بحمي حدود الدولة من اي اعتداء خارجي جاي. يبقى الدولة اللي عندها عدد جيش كبير تقدر تحمي حدودها وتحمي اعتداءات خارجية، ماشي. الميزة الثانية، الدولة اللي انا عندي بتتميز بانها عدد سكانها كبير، انها بيظهر عندها مبدعين في جميع المجالات والقطاعات. نعم، الدولة اللي فيها ايه؟ عدد سكان ايه؟ كبير، هيبقى عندها مبدعين في جميع المجالات والقطاعات. يعني حضرتك دلوقتي هتلاقي مبدعين في الطب، في الهندسة، في الفلك، في واحد زي احمد دويل اخترع الفنتون زانية، فاهم؟ مبدع في البحث العلمي. فيبقى طول ما انا عندي سكان كتير وعندي عدد كبير من السكان، فممكن اروح الاولمبيات واشارك بعدد كبير من المدريات وارجع بعدد كبير من الميداليات الذهبيه، لان عندي وفره في جميع مجالات الرياضه. مثلا ممكن تلاقي دوله فيها مهندسين خبره قوي في المعماري، وممكن تلاقي مهندس كده في فكر معماري وبيتخصص في تخصص مش بيتخصص فيه كل المهندسين وتلاقيه مبدع فيه. أطباء في كل المجالات وتلاقي دكتور متميز في حاجة مش موجودة في الدولة اللي عدد سكانها صغير، فتلاقي مثلا أنت دكتور متخصص في العظام مثلا، ودكتور تاني متخصص في فقرات الظهر مثلا، فتلاقي الدكتور ده متوفر في الدولة اللي عندها مساحة كبيرة، وتروح لدولة تانية عدد سكانها صغير فتلاقي عندهم كل الأطباء بس ما عندهمش التخصصات دي، فيضطر الراجل ده يروح دولة تانية عشان يتعالج في التخصص ده مثلا. يعني أنا بدي لك فكرة إيه؟ فكرة إن ما يبقى عندي سكان كتير أنا بتميز. بتميز بإيه بقى؟ بتميز بإن عندي مبدعين. مثلا فين؟ في الطب عندي مبدعين، في الرياضة عندي مبدعين، واحد مبدع في الزراعة أو في الأنشطة الاقتصادية. يعني هيظهر عندي في كل مجال أو كل قطاع مبدع، لأن أنا عندي وفرة في عدد السكان فأنا دولة قوية. طيب خد بقى النقطة الثالثة،
الا وهي ايه بقى؟ اتاحت فرصه للمبدعين وتوفير قوه وتوفير ايدي عامله. عندي ايدي عامله في كل القطاعات، في الزراعه والصناعه والتجاره والطب والهندسه والرياضه والفن والتصوير، كله 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 عندي وفره في ايدي العامله. يعني انا مش محتاج اجيب ايدي عامله من بره لان انا عندي وفره في الايدي الايه؟ العامله. طيب ركز بقى في الجزء اللي جاي ده. الدوله دلوقتي عندها ايه؟ قوه وعندها عوامل خارجيه، عندي مبدعين وفي كل المجالات وممكن يطلعوا بره ويسافروا بره ويشجعوني ويدخلوا لي مصدر للدخل، وعندي ايدي عامله في كل القطاعات. يعني انا هنا بتميز بقوه خارجيه في كل القطاعات. طب تعالى بقى، يبقى الدوله دي هيكون عندها ايه؟ قوه ديموغرافيه زائد قوة مفرولوجية، القاعدة اللي قلناها اللي هي ليه؟ المساحة زائد مقومات أخرى، تبقى الدولة دي عندها وزنا سياسيا، عندها وزنا يا محترم، وزنا سياسيا. طيب تعالى بقى، بما اتكلمت عن المزايا تعالى نتكلم على ايه بقى؟ على عيوب الدولة. الدولة الكبيرة اللي احنا بنقول عليها عيوب خليها نقول انها عندها مثلا معوقات. الدولة الكبيرة المساحة يعني كبيرة عدد السكان بيبقى عندها صعوبة في توفير الأمن. والأمن هنا أنا بقصد الأمن الداخلي. وهقول لك يعني إيه أمن داخلي. النقطة الثانية عندها صعوبة في توفير الأمن الغذائي. بص يا محترم، ايه معنى الكلام ده؟ انا عندي عدد سكان كتير، فتخيل كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، عندي ولايات كتيرة ومساحة كبيرة. فتلاقي بعض الدول بيقولوا لك ايه؟ يقول لك والنبي بعد اذن حضرتك، اللي هي مساحتها كبيرة، الشرطة تقول لك بعد الساعة 9 او 10 ما تمشيش في الشارع في الوقت ده في بعض الولايات. ليه؟ لان انا ما عندهمش القوة والعدد الكبير من الشرطة اللي تسمح ان هم يوفروا الامن، وعندهم صعوبة في التوفيق ده لدرجة ان هم بيستخدموا كاميرات المراقبة برضه عشان ايه؟ يوفروا الامن. فمعنى الكلام هنا ايه؟ ان الامن هنا اللي هو ده عامل داخلي اللي هو بيتكلم على الشرطة، وصعوبة توفير الامن الغذائي ما دي حاجة داخلية. بسم الله الرحمن الرحيم كده نقول ان شاء الله حضرتك مصر 100 مليون واحد، طيب 100 مليون واحد يبقى الدولة لازم توفر لل 100 مليون واحد عيش، توفر لل 100 مليون واحد أكل، توفر له غذائه في أي وقت. فأنت عارف مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة إن أنت محتاج توفر كمية الغذاء ده ل 100 مليون. تخيل بقى دولة جالسين مليار و100 مليون، يبقى الدولة عليها مسؤولية ضخمة جدا إنها توفر للمليار دول أو ال 100 مليون أكل يوميا، واخد بالك؟ يعني مسؤولية كبيرة جدا. يبقى دي من الصعوبات والمعوقات ان الدوله لازم تحاول تحلها. طيب الدوله اللي عندها صعوبه في توفير الامن ايه الحل؟ والدوله اللي عندها صعوبه في توفير الغذاء ايه الحل؟ بص يا محترم، قال الدوله اللي مساحتها كبيره دي حلها عشان تقدر توفر الغذاء ده لتوفير الغذاء، يبقى الحل بالنسبه لها، قال الحل بالنسبة لها حاجة واحدة بس، إنها تدخل في تكتلات اقتصادية عشان تتميز بمزايا الإنتاج الكبير مع الدول التانية، ولو عندها نواقص تقدر تكمل الناقصها ده من الغذاء. يبقى أنا هنا ربطت إيه؟ ربطت الدولة اللي عدد سكانها كبير عشان توفر غذائها تعمل إيه؟ تقول لي تخش تكتلات اقتصادية، اوعى تنسى ان التكتلات الاقتصادية دي من النظام العالمي الجديد. ماشي، ركز في الموضوع ده. طيب كده انا حطيت ايه؟ حطيت مثال على قوة الدولة ومساحتها.
حته الدوله والدوله اللي عدد سكانها كبير. يبقى انا وصلت في الفكره دي ان الدوله عدد سكانها كبير، عندها مبدعين كتير، عندها جيش كتير، عندها قوه كتير. طب وخدت ايه تاني؟ وخدت في عيوب ان بتلاقي صعوبه في توفير او معوقات في توفير الامن وصعوبه في توفير الايه؟ الغذاء. فالدوله عليها مسؤوليه كبيره قوي، فلازم الدوله عشان توفر مسؤوليتها دي تدور على مسؤوليه انها تحل مشكله الغذاء، فبتدخل تكتلات اقتصاديه. طيب تيجي بقى للشرح ده اجيب لك سؤال عليه واقول لك الفكره بتيجي ازاي. تعال واحده واحده كده محترم معايا وبص ازاي السؤال ممكن يجي معاك في الفكره دي. بس قبل ما نقول اهو الدول خلاص خدنا المزايا وخدنا العيوب، هندخل على السكان الصغير دلوقتي. بس تعالى ولا تعالى نخش نخلص سلبيات الحجم الصغير وبعد كده نجيب فكره السؤال. بص يا استاذ الجزء الثاني عندي الدوله اللي حجم سكانها صغير. كتاب دخل على طول انها سلبيات، بس انا ممكن اقول لك ان الدوله اللي حجم سكانها صغير هخليها ليها مزايا وهخلي برضو ليها ايه؟ عيوب او سلبيات. واحده واحده. الدوله اللي حجم سكانها صغير هل عندها صعوبه في توفير الغذاء؟ قال لي لا طبعا ما عندهاش صعوبه في توفير الغذاء. هل هيكون عندها ظهور حركات انفصاليه؟ انا نسيت اقول لك معلومه ان برضو في الدوله اللي مساحتها كبيره من عيوبها، والعيوب والعيب ده مهم جدا. ايه بقى العيب ده؟ ظهور حركات انفصاليه. يعني ايه ظهور حركات انفصاليه محترم؟ يعني حركات انفصاليه يعني الدوله دايما لو ما وفرتش احتياجات البشر عندها، او الدولة استخدمت نوع من انواع حرمان مجموعة من البشر انه يمارسوا حقوقهم الدينية مثلا او حقوقهم اللغوية، والناس دول لو جوه دولة مساحتها كبيرة وموجودين على اطرافها فممكن يطلبوا بالانفصال ويقول لك لا احنا نعمل دولة لوحدينا عشان احنا بنتكلم لغة والدولة حرمانة من استخدام لغتنا، واحنا الدولة حرمانة من حقوقنا الانتخابية، الدولة حرمانة من استخدام شعائرنا الدينية. فالناس دول لو دولة قدرت ما توفر لهمش حقوقهم، فالناس دول لو في دولة كبيرة كده محترم وقاعدين في الحتة دي كده مجموعة حرموا من حقوقهم هم على أطراف الدولة، فممكن يقول لك إيه هنطلب بالانفصال ونعمل دولة لوحدينا. كلام جميل. يبقى الدولة اللي مساحتها كبير لو حرمت جزء من شعبها من حقوقه سواء الانتخابية سواء اللغوية سواء الدينية فممكن يطلبوا بالانفصال. يعني بيقول لي بتعزز روح الانفصال. ايه ده؟ هي الجملة بتاع تعزيز روح الانفصال دي انا خدتها فين قبل كده؟ انا خدت الكلمة دي دلوقتي في الدولة اللي حجم سكانها كبير، ويبقى ده مقاومات ديموغرافية، وخدتها الحص المحاضرة اللي فاتت فين؟ في الجبال المرتفعات بتعزز روح الانفصال، ودي مقاومات مفرولوجية ألا وهي التضاريس، جبال من التضاريس اللي بتعدد روح الايه؟ الانفصال. فيبقى في قاسم هنا، ركز، في قاسم هنا. تعديد روح الانفصال ممكن يكون بسبب دولة مساحتها كبيرة وحجم سكانها كبير، فحجم السكان الكبير ده بيؤدي الى ان لو حرموا من حقوقهم يطلبوا بالانفصال. ودولة عندها جبال مقاومات مفرولوجية يعني التضاريس زي الجبال بتعدد روح الانفصال. يبقى تعديد روح الانفصال ممكن يكون بسبب عوامل ديموغرافية وعوامل تضاريس زي الجبال. طيب الدولة دلوقتي اللي حجم سكانها صغير ليها ايه محترم؟
قال لي ليها ميزه وليها عيب. ايه الميزه؟ اكيد اول ميزه انا قايلها دلوقتي انها عندها توفير في الامن، وعندها توفير في الامن الغذائي، يعني تقدر تسيطر على اجزاء الدوله وتقدر يكون عندها امن غذائي. بس السلبيات بقى، دوله حجم سكانها كبير، ايه السلبيات؟ حجم سكانها صغير، ايه السلبيات اللي عندها؟ عكس على طول الدوله اللي عدد سكانها كبير. اول حاجه قله عدد الجيش، وقله عدد الجيش ده لازم يكون ليه حل. اتنين، الدوله اللي ما عندهاش سكان كتير يبقى صعوبه في توفير ايدي عامله، وبما ان في صعوبه في توفير ايدي عامله فانا برضو عاوز حل لها، وهنا برضو عاوز حل ايه ليها، ان انا عندي صعوبه في توفير ايدي عامله وعندي صعوبه في ان انا يبقى عندي قوه عسكريه. طب ايه الحل بقى؟ قال لي بقى، بص، قال لي عشان ادور على حل للموضوع ده ان انا ما عنديش جيش كتير، فتلاقي الدوله اللي عدد سكانها قليل تضطر تدخل احلاف عسكريه، والدوله اللي ما عندهاش ايدي عامله فهتضطر تعتمد على ايدي عامله اجنبيه. يعني ايه اجنبيه؟ يعني من خارج الدوله. بالله عليك ركز بقى معايا، الدوله ما عندهاش سكان كتير، ما عندهاش قوه عسكريه، تبقى عمرها ما تبقى دوله قوه عظمى، عمرها ما عندهاش سكان كتير ازاي تبقى دوله عظمى؟ فبيقول لي الدوله ما عندهاش سكان كتير راحت عملت ايه محترم؟ دخلت حلف عسكري. تعالى كده يا محترم، هي الاحلاف العسكريه دي منين؟ من النظام العالمي الايه؟ الجديد. طب حضرتك كده قول لي، دولة عدد سكانها صغير وقررت تدخل حلف كبير، هي هتفيد الحلف في حاجة؟ قال لي لا. قال لي طب ايه اللي هيحصل؟ هو النظام العالمي الجديد ده عمل ايه؟ قال لي النظام العالمي الجديد ان الدول الكبرى عاوزة تستغل موارد الدول النامية، فانا دولة عدد سكاني صغير يبقى انا دولة نامية، وليها استثناء، كل قاعدة لها استثناء. يبقى معنى الكلام هنا ان الدولة دي لما تدخل لحلف عسكري يبقى الهدف منه ايه؟ الهدف منه استغلال ليه يا محترم؟ موارد الدولة. انا دخلت دولة زي دولة عدد سكانها من اي دولة من الخليج دخلت حلف عسكري، فهي مش هتفيد الحلف في حاجة، ولكن الحلف هتستفيد من مواردها، البترول اللي موجود مثلا، وجود ثروات معدنية هيستغلوا الحاجات دي، فهنا الهدف هو الهيمنة والسيطرة. يبقى استغلال موارد يعني هيمنة ويا محترم وسيطرة، لان انا عندي النظام العالمي ده هو بيستغل الموارد اللي هيمن وسيطرة على الدول النامية. ماشي، يبقى انا هنا عرفت القاعده الثانيه. ايه بقى القاعده الثانيه؟ القاعده الثانيه بتقول ان حجم سكان صغير زائد وفره في الموارد او موارد كتير يساوي ايه؟ يساوي مشكلات سكانيه. ليه يا مستر؟ ما انا ما عندي عدد سكان قليل ما بيستغلوش الموارد هتعمل مشكله سكانيه. يبقى القاعده الثانيه بتقول ايه؟ ان لو انا عندي عدد سكان صغير وعندي وفره في الموارد عندي مشكله ايه؟ سكانيه. طيب النقطه الثانيه، يبقى القاعده الاولى سكان كتير موارد ومساحة يبقى قوة عظمى وما عنديش مشكلة. طيب تعالى بقى مثلا، أنا كده وضحت لك إيه؟ وضحت لك إن الدولة مساحتها كبيرة والدولة مساحتها صغيرة. مساحتها كبيرة قوة،
جيش، مبدعين، مشاكل في الامن والغذاء. ساحه صغيره عندها ميزه في انها تقدر توفر امن وغذاء، ولكن عندها صعوبه في انها يبقى عندها جيش، فبتضطر تخش حلف عسكري. طيب صعوبه توفير ايدي عامله، فهتجيب ايدي عامله اجنبيه. طب تعالى كده نتكلم في الحته دي. هو انا لما اجيب ايدي عامله اجنبيه، فتخيل كده دوله زي دول الخليج العربي، دول عدد سكانهم صغير، فيعملوا ايه؟ قال دول الخليج العربي دول عشان يحلوا مشكله الجيش هيروحوا فين؟ قال لي هيخشوا احلاف عسكريه. طب عشان يحلوا مشكله الايدي العامله هيجيبوا ناس ايدي عامله، يبقى استقبال، هتستقبل ايدي ايه؟ عامله. فتخيل بقى جابت ايدي عامله من الهند، جابت ايدي عامله من سنغافوره، جابت ايدي عامله من ماليزيا. المهم هنا في اختلاف في العادات والايه؟ والتقاليد، يبقى في تجانس؟ لا يمكن يكون في تجانس، لان هنا عاداتهم وتقاليد تختلف عن عادات وطاقة. تعالى بقى يا محترم نجيب فكره السؤال على الدوله اللي مساحتها كبيره والدوله اللي مساحتها ايه؟ صغيره. ركز كده بقى معايا محترم كده يا استاذ معايا عشان اعرف ازاي اشوف السؤال اللي ممكن يجي معايا على الدولة اللي حجم سكانها كبير. بص يا باشا، بص معايا كده في فكرة السؤال ده، بقول ايه؟ بقول اي من الدول الآتية هي الأكثر حظا في ارتفاع عدد العلماء، يعني المبدعين. احنا اتفقنا ان الدولة اللي عندها مبدعين هي الدولة اللي عندها حجم سكان كبير. هي الدولة اللي عندها حجم ايه؟ سكان يا محترم، كبير. الدولة اللي عندها مبدعين هي الدولة اللي عندها حجم سكاني كبير. بص كده فكرة السؤال ده بقى، فبيقول لي مين الدولة اللي عندها حجم سكان كبير؟ دولة وحدوية مثالية، وحدوية مجزأة، وحدوية برية مجزأة، وحدوية ضخمة المساحة. ايه ده مستر؟ ده مش كاتب اسم دولة. ايوه، ما انت خدت معايا اشكال الدول. احنا خدنا اشكال الدول، قلنا اشكال الدولة ايه؟ من حيث النظام السياسي والاداري عندي شكلين، دولة وحدوية ودول لا مركزية او الدول المركبة اللي احنا قلنا عليهم، يا اما فيدرالية يا اما كونفدرالية. فانا دلوقتي عاوز دولة وحدوية. طيب بيقول لي الدولة اللي عدد سكانها كبير هي الدولة اللي بتتميز بانها وحدوية مثالية. طب ما انا اقول وفرة مبدعين، يبقى دولة سكانها كبير، مساحة كبيرة، تبقى دولة عظمى. فوحدوية مثالية يقصد فرنسا، وحدوية مجزأة ممكن تكون زي اليابان، وحدوية برية مجزأة مثلا إيطاليا. إنما بيقول لي وحدوية ضخمة المساحة، أيوة وحدوية ضخمة المساحة زي الصين. بالله عليك بقى، حتى لو فرنسا دولة كبيرة المساحة، كبيرة عدد السكان، أخطرها ومعايا الصين، مين اللي هيبقى مبدعينه أكتر؟ أكيد مين؟ الصين. يبقى أنا دربتك على قاعدة حطها في دماغك. القاعدة بتقول إن الدولة حجم سكانها كبير زائد المساحة كبيرة زائد مقومات أخرى تبقى الدولة دي بتتميز بقى بالمبدعين، و يعني الدولة دي قوة عظمى، يعني الدولة دي لها وزن سياسي. فأنا لو قدامي نفس السؤال ده وحطيت لي في الاختيار فرنسا وإيطاليا واليابان والصين، أختار إيه؟ أختار الصين، لأن القاعدة ماشية عليها أكتر، هي الأشمل، هي اللي عدد سكانها أكبر. فممكن يجيب لك سكان الصين وروسيا
تختار مين؟ اختار الصين، لان القاعده على الصين اشمل، لان الصين مليار و100 مليون. وصلت؟ طيب تعالى بقى نحط بقى ايه فكره تانية. بص معايا فكره السؤال ده كده يا باشا، بقول ايه فكره السؤال ده؟ انا مدي لك المربع ده، واعتبر بقى ان المربع ده عشان هتقابل مربعات كتير معايا، مربع شعلان او مربع ابو الشعلانين. يلا يا عم عشان نفك مع بعض شويه الحصه. انا عندي دوله، اعتبر ان اللي قدامك دي دوله، المربع ده كده دوله، وبيقول لي الدوله دي حجم سكانها كبير، حلو قوي، وعندها مساحه كبيره، ادي حجم زائد مساحه، وعندها موارد، وعندها قوة عسكرية، وعندها تطور علمي وتكنولوجي. فتنطبق الفكرة السؤال ده على مين؟ على الصين والإمارات ولا كندا والولايات المتحدة ولا روسيا ولا البرازيل والهند؟ أنا بقى معاك أهو، تعالى كده واحدة واحدة نطبق السؤال ده. من الوهلة الأولى كده، من نظرتك للسؤال، انا متاكد ان انت هتقول كندا والولايات المتحده، انا متاكد. بس تعال نفصل السؤال كده. القاعده اللي المستر قالها دوله حجم سكانها كبير، دوله فيها مساحه وموارد، مساحه كبيره، دوله فيها مقومات اخرى زي القوه العسكريه وفيها تطور تكنولوجي، تبقى الدوله دي دوله عظمى. فانا عاوز ادور بقى على القاعده دي في الدول دي. تعال ناخدها واحده واحده. الصين تنطبق عليها، بس الامارات عدد سكانها صغير ومفيش تطور تكنولوجي زي قوي زي الدول الاوروبيه، يبقى القاعده دي ما تمشيش. الثانيه كندا والولايات المتحده، انا متاكد ان انتوا اخترتوها بس مش هتمشي. ليه مش هتمشي يا عم؟ هي الولايات المتحدة تمشي عليها، أما كندا لأ، لأن كندا عدد سكانها صغير مش كبير قوي في مقابل دول تانية هنقولها دلوقتي، ولكن فيها ميزة التطور التكنولوجي. طب روسيا تمشي، بس الجزائر ما تمشيش، لأن الجزائر عندي دولة ما فيهاش عدد سكان كبير بالمقابل للدول اللي قدامي في الاختيارات، ومفيش تطور تكنولوجي. طب البرازيل مساحة عدد سكانها كبير، الهند عدد سكانها كبير، البرازيل مساحة كبيرة، الهند مساحة كبيرة، البرازيل فيها تطور في التكنولوجيا، الهند بقى فيه تطور تكنولوجي في النووي. يبقى القاعدة بتقول ان انا هيبقى عندي سكان وموارد وتطور، يبقى القاعدة تمشي على البرازيل ومين يا محترم؟ والهند. ما انا فصلت كندا لان عدد سكانها هيكون اقل من عدد سكان البرازيل، وكندا عدد سكانها اقل من الهند. فما تاخدكش من الوهلة الاولى كده تقوم جاري بسرعة واخد كندا والولايات المتحدة، لان عدد سكان كندا اقل بكتير جدا من عدد سكان البرازيل وايه؟ والهند. ادي فكرة. طيب تعالى يا باشا نشوف افكار تانية. طيب تعالى يا باشا نشوف بقية الدرس وبعد كده نشوف بقية الافكار. طيب انا كده خلصت ايه؟ انا كده خلصت الدرس من حيث حجم الايه؟ السكان والمقاومات الطبيعية والمقاومات الايه؟ من حيث عدد السكان الكبير وعدد السكان الصغير. تعالى بقى نتكلم على خصائص السكان. خصائص السكان يعني ايه يا مستر؟ خصائص السكان، ايوه يا عم، انا عندي دولتين، الدوله دي فيها 50 مليون والدوله دي فيها 50 مليون، الاثنين قد بعض في العدد ولكن الاثنين يختلفوا في خصائصهم. ده ليها خصائص وعادات وتقاليد وثقافه وتختلف عن خصائص وعادات وتقاليد وثقافه. فقال لي هنتكلم على خصائص السكان من حيث ايه بقى؟ هبدا الاول من حيث، وخد بالك ان من هنا مهمة قوي بقى، من حيث التركيب النوعي. يعني ايه كلمة تركيب نوعي؟ انا بعرف تعريفه نسبة
الذكور والإناث، عدد الذكور بالنسبة لعدد الإناث، يعني بعرف عدد الذكور قد إيه وعدد الإناث قد إيه. طيب ده مفهوم التركيب الإيه؟ النووي. ولكن في المنهج عندي هو مش عاوز ده، أمال هو عايز إيه؟ هو في التركيب النووي هنا عاوز يربطها بفكرة القوة الاقتصادية. يعني إيه الحاجة اللي موجودة في الدولة تقدر تخدمني اقتصادي وتزود قوة الدولة من حيث الذكور والإناث؟ طب أنا هعمل إيه؟ الذكور عندي كده كده بيشاركوا، والذكور كده كده بيشاركوا في العملية الإنتاجية، طب مين اللي بيبقى اللي المشاركة فيها مختلفة؟ قال لي التركيب النووي هو عاوز يعرف دور المرأة. دور المرأة فين بقى؟ بص بقى، عاوز يعرف دور المرأة ومشاركتها في العملية الإنتاجية، عاوز يعرف دور المرأة ومشاركتها في العملية الإيه؟ الإنتاجية. فجينا بصينا على دور المرأة في العملية الإنتاجية، لقينا المرأة بيختلف دورها في الدول المتقدمة وبيختلف دورها في الدول النامية. بمعنى عايز أعرف بقى المرأة دي بتشارك في العملية الإنتاجية إزاي؟ فجيت رحت شفت المرأة في الدولة المتقدمة، ودول متقدمة زي الدول قارة أوروبا زي أمريكا الولايات المتحدة وبعض الدول اللي موجودة في آسيا، يعني الدول المتقدمة تكنولوجيا. لقيت إيه؟ لقيت المرأة في الدول المتقدمة بتزيد مشاركتها فين يا محترم؟ في العملية الإنتاجية، يعني بتشارك في إنتاج الدولة وبتشارك في زيادة الدخل بتاع الدولة ولها دور في الإنتاج. في المقابل بقى رحت أشوف دور المرأة في الدول الإيه؟ النامية. لقيت إيه بقى؟ لقيت دور المرأة هنا بيقل في العملية الإنتاجية. طب ليه يا عم بتقل في العملية الإنتاجية؟ في إيه اللي حصل يعني؟ ليه بيقل دورها؟ قال لي بيقل دورها العاملين. قال لي إيه العاملين ده بقى؟ لعوامل اجتماعية لعوامل دينية. بعض الدول متعصبة دينيا فتمنع عمل المرأة، أو عوامل اجتماعية إن بعض الدول تمنع بأنها بتخالف مثلا عادات وتقاليد بعض القبائل فبيمنعوها. يبقى العوامل اللي خلت المرأة كل مشاركتها في العملية الإنتاجية في الدول النامية عوامل اجتماعية وعوامل إيه؟ دينية. طب في النسبة للدول المتقدمة؟ لا بتزيد عمليتها الإنتاجية. يبقى معنى الكلام كده أنا ممكن يضحك عليك في الامتحان ويقول لك إيه بقى؟ إيه الفرق مثلا بين فرنسا ومصر؟ الاتنين دولة وحدوية، والاتنين دولة مركزية وحدوية، والاتنين مساحة كبيرة، والاتنين عدد سكان كتير، ولكن تختلف في إيه؟ تقول له تختلف في مشاركة المرأة في العملية اللي هي محترمة الإنتاجية. لأن أنا مصر دولة نامية وفرنسا دولة متقدمة، واحنا اتفقنا ان الدولة المتقدمة بتزيد مشاركة المرأة في العملية الايه؟ الانتاجية. يبقى انا ممكن اجيب بقى هرم سكاني في الحتة دي واضحك عليك بقى واقول لك ده انا ده الذكور ودي اناث، يبقى اي دولة بيكون فيها هرم سكاني والهرم بيبقى مقسوم لاثنين اناث وذكور. طيب النقطة الثانية عندي، عندي من خصائص السكان حاجة اسمها التركيب، والله عليك ده بيجي في الامتحان كتير، العمري. يعني ايه التركيب العمري؟ يعني الدولة بتشوف فئات العمر الدولة، يعني بتشوف عدد الأطفال، بتشوف عدد الشباب، بتشوف عدد كبار السن، فبتقوم جاية عامله الهرم السكاني اللي قدام حضرتك ده وتقول انا هقسم السكان الى ذكور واناث، يبقى ده تركيب نوعي. وبعد كده تقول انا هقسمه تركيب فئات العمر، فتقول لي من سن يوم مثلا لسن 15 سنه دول اطفال، من 15 سنه ل 65 سنه دول شباب، وبعد كده دول كبار الايه؟ من فوق ال 65 كبار الايه؟ السن.
ركز بقى معايا عشان انا عندي تريكات كتيره قوي، واعتقد ان في كتير من المدرسين مش هيتكلموا في الموضوع ده دلوقتي، بيتكلموا فيه في المراجعات. لا انا بقى عايز اتكلم فيه دلوقتي، واتكلم على كام نقطه كده تفصيليه. الهرم السكاني ده من الحاجات اللي حضرتك لازم تبقى واخد بالك منها. الهرم السكاني ممكن يجيب عليه سؤال في الامتحان، وان شاء الله لما تدخل معايا في المنصه ونبدا في شغل المراجعات هدي لك كل اشكال الاهرام السكانيه وهنربطها بكل افكار المنهج. ركز. لما يقول لي دوله عدد الاطفال فيها كبير، يعني ايه؟ يعني قاعده الهرم دي العدد هنا كبير جدا، قاعده كبيره جدا متسعه، غير لما اعمل هرم بالشكل ده. بص كده، غير لما اعمل هرم بالشكل ده. هل قاعدة الهرم دي متسعة؟ لا، دي قاعدة صغيرة بالنسبة للهرم ده. يعني تلاقي القاعدة اهي وتلاقي الهرم كله طالع ونازل كده عليها، يبقى القاعدة دي قاعدة ضيقة او صغيرة. يبقى هنا لما تبقى القاعدة مش متسعة يبقى نسبة الأطفال كبيرة ولا لا؟ لا مش كبيرة. طب لما الأطفال نسبتهم تكبر ايه اللي يحصل؟ طب انت جاي ايه كده بقى؟ لو قاعدة الهرم تتميز بالاتساع يبقى الدولة هنا محتاجة تعمل ايه؟ هتزيد نسبة الإعالة. فتقعد تقول لي يعني ايه يا مستر نسبة الإعالة دي؟ هقول لحضرتك، انا واب والاب مثلا عنده طفل ودخله مرتب نقول 3000 جنيه، فيقدر يصرف على الطفل ده شويه كده. انما لو بقى عنده طفلين فزادت عنده المصاريف، فلازم يدور على شغل تاني، ولو عنده 3 اطفال هيدور على شغل تاني عشان يوفر له المأكل والملبس والتعليم والدروس و و و يعني هتزيد اعالتي ومصاريفي عشان اوفر اعاله لمين؟ الاطفال دي. فالدولة برضو ملزمة ان لو عدد الاطفال كتير انها توفر لهم تعليم وصحة واكل ومشرب وتأكل لهم وتوفر لهم اكلهم وشربهم وعلاجهم. يبقى هنا كل ما القاعدة تزيد كل ما تزيد الاعالة. زيها بقى مين يا محترم؟ زيها قمة الهرم. كبار السن لو زادوا برضو بتزيد معهم نسبة الاعالة. عشان كده انا بقول ايه بقى؟ عشان كده انا بقول لك حط القاعده عندك، قاعده الهرم كبيره وقمه الهرم كبيره او متسعه، يبقى الاثنين كده بتزيد فيهم ايه؟ نسبه الاعاله. اديك بقى سر حطه في دماغك. ايه بقى السر؟ الدوله اللي قاعدتها الهرم فيها كبيره كلها كده الدول الناميه بتتميز بنسبة أطفال كبير، وقمة الهرم اللي كبار السن بتزيد فين؟ بتزيد في الدول المتقدمة، وبالأخص دول مين يا راجل؟ أوروبا، وأخص قارة مين؟ أوروبا. بتزيد فيها كبار السن فهتزيد معهم الأعالة. وفي نفس الوقت ونفس الفكرة، الدول اللي تزيد فيها قاعدة الهرم هي الدول النامية فهتزيد معها نسبة الإيه؟ الأعالة. طيب يبقى انا قسمت دلوقتي الهرم بالفكره، فكره ايه؟ على حسب فئه العمر. طب تعالى بقى نحط شويه افكار كده، تعالى كده نتكلم. لو جيت قلت لك انا اتكلمت على كبار السن وعلى الاطفال، ناقص عندي مين بقى؟ الشباب اللي هو من فوق 15 ل 65، اللي هم ايه بقى؟ الشباب دول هو قوه العمل والانتاج، يعني دول اللي بيشارك فين يا محترم؟ بتقول لي بيشارك في العمليه الانتاجيه. يعني لو مفيش شباب مفيش عمل، يبقى مفيش قوه اقتصاديه. طب نعمل ايه بقى عشان نحل المشكله دي او الوضع ده في ايه؟ بص يا محترم، الشباب هو قمه العمل والانتاج، بس الشباب بقى بالنسبه لقوه العمل والانتاج تيجي نتكلم عن الشباب كده في الدول النامية، وتيجي نتكلم على الشباب كده في الدول المتقدمة، هلاقي ايه؟ هلاقي ان الشباب في الدول النامية هما قوة العمل والانتاج،
بيشاركوا في العمليه الانتاجيه وهم اللي بيساعدوني في العمليه الانتاجيه وهم اللي بينتجوا، لانهم هم دول الدوله اللي بتقوم على اقتصاد الدوله، ولكن بايه بقى؟ باجور منخفضه. يبقى ما دام اجور منخفضه يا باشا، يبقى النوع ده من انواع البطاله. انما لو رحت على الدول المتقدمه هلاقيهم بيشاركوا فين؟ في قوه العمل وهي محترم والانتاج. وما دام بيشاركوا في قوه العمل والانتاج فهم بياخدوا قوه انتاجيه بس باجور مرتفعه، فطبيعي ما عندهمش بطاله. فبتلاقي الدول دي اجور مرتفعه، ده التطور تكنولوجي، تبقى الدول دي متقدمه. يبقى القوه هنا اختلفت من دوله لدوله، هنا عندها شباب وهنا عندها شباب، ولكن الشباب في الدول الناميه بيعتبروا بطاله لان عندهم اجور منخفضه وبيشاركوا في الانتاج ولكن باجور منخفضه. اما لو رحت على دوله ثانيه متقدمه ليهم بيشاركوا في الانتاج بس باجور ايه؟ مرتفعه. حلوه قوي. يبقى انا هنا وضحت لك ان الهرم السكاني لو اتقسم من حيث تركيب نوعي يبقى ذكور واناث، بس هو بيتكلم هنا على دور المراه في العمليه الانتاجيه. فهجيب المراه واشوفها بتشارك في العمليه الانتاجيه، هلاقيها ما بتشاركش في الدول الناميه لاسباب اجتماعيه ودينيه، وهلاقيها بتشارك في الدول المتقدمه. لو جيت قسمت الهرم السكاني من حيث التركيب العمري فهيتقسم ثلاثه، اطفال شباب كبار السن. لو زاد كبار السن وزادت الاطفال تزيد الاعالي. طب الشباب بيمثلوا قوه للانتاج بس في الدول المتقدمه، وهم برضو قوه انتاج الدول الناميه بس بياخدوا اجور ايه؟ منخفضه. طيب الجزء الثالث من خصائص السكان، هتكلم على الهجره. والهجره دي هتتكرر معايا في المنهج. ها الهجره دي هتتكرر معايا تاني في المنهج. بص كده معايا محترم، ادي الهجره. هناخد الهجره كده نقسمها الى دوله مرسله بترسل هجره، يعني عندها وفره في عدد السكان. دوله مرسله يعني عندها وفره في عدد الايه؟ السكان. ودوله مستقبله يعني عندها نقص او قله في عدد الايه؟ السكان. يبقى انا هنا قسمتها لدوله ايه؟ عندها مرسله يبقى عندها عدد سكان كتير. طيب ندي المثال كده، دوله مرسله مثلا زي مصر، ودوله مرسله كده مستقبله مثلا هنمثلها باسم دول الخليج الايه؟ العربي، لان عندهاش وفره في عدد السكان. الدولة المرسلة زي مصر، تخيل كده حضرتك ان مصر مثلا 100 مليون هاجر من مصر، بعتنا 50 مليون. فانا كده في ميزة، يبقى الدولة المرسلة هيكون فيها مزايا وهيكون فيها عيوب. تعالى كده نتكلم واحدة واحدة. ايه الميزه اللي هتعود عليا لما الناس تهاجر؟ اول ميزه انا عدد السكان بدل ما كان 100 مليون وهاجر من عندي 20 مليون فبقيت 80 مليون. الدخل القومي بقى اللي دخل البلد. فلو الدخل القومي اللي داخل الدوله مثلا الدخل القومي 100 مليون، ال 100 مليون كانوا بيتقسموا على 100 مليون. دلوقتي لما يدخل للدوله 100 مليون هيتقسموا على كام بعد ما هاجر 20؟ هيتقسموا على 80، يبقى زاد الدخل القومي عندي. ما هو الدخل القومي بيتقسم على عدد السكان كان، فبيتحسب نصيب الفرد من الدخل القومي قد ايه؟ فلما 100 مليون يتقسموا على 100 مليون ولا ال 100 مليون يتقسموا على 80 مليون؟ اكيد لو انا 100 مليون بيتقسموا على 100 مليون، فانا لو ليا 100 مليون ليا مليون واتقسموا وهاجر مني 20 فهاخد مليون و20. يبقى انا كده اتميزت بايه؟ ان زاد الدخل القومي عندي. يبقى اول ميزه في العامل الايجابي الا وهي زياده الدخل القومي. يبقى الدخل القومي هيتقسم علينا كلنا، بس استنى، الدخل ده هيتقسم علينا بسبب الهجرة او الدخل القومي بطريقة تانية. الراجل اللي سافر بره ده وهاجر مش بيحول فلوس؟ يعني هيدخل لمصر عملته صعبة. يبقى زيادة الدخل القومي زادت بسبب الايه؟
الهجرة، قللت عدد السكان عندي فزودت الدخل بتاعي، ادي واحد. يبقى انا الميزة عندي ان الدولة المرسلة اللي فيها سكان كتير هتزود لها الدخل القومي. طيب النقطة التانية، ايه الميزة اللي هتعود عليا يا باشا؟ انا قلت لك الدولة اللي عدد سكانها كتير عندها نسبة بطالة عالية، فلما يتهاجر الناس من عندها هتقل نسبة البطالة ولا هتزيد نسبة البطالة؟ اكيد هتقل نسبة الايه؟ البطالة. يبقى تاني عامل عندي كلة نسبة البطالة. تاني يبقى الدولة المرسلة تتميز بانها عندها زيادة في الدخل القومي لانها هتخرج ناس كتير، ولما يدخل الدخل الدخل هيتقسم على عدد سكان اقل، وتاني حاجة الناس اللي هتسافر بره دي هتدخل عملة صعبة، فيبقى دخلوا لي زيادة في الدخل القومي. النقطة التانية هتقل نسبة البطالة. حلو، ده كلها مزايا. ده انا دولة اللي عندها مرسلة دي زي مصر وهترسل ناس، ده ميزة. بس في ايه بقى محترم؟ عيب. ايه اكتر عيب ممكن يقابل الدولة المرسلة؟ طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ قال لي العيب هنا تفريغ الدولة من الأيدي العاملة. الأيدي العاملة إيه بقى؟ ما هو أنا دلوقتي لو عندي واحد بيشتغل في الأساس وماهر في صناعات الأساس وشاطر قوي مثلا في صناعة الأرابيسك، والراجل ده ما لقاش وفرة في الشغل عنده هنا فهيسيبني ويخرج، فانا فقدت واحد ماهر في صناعه الاساس، مهندس مبدع مفيش، هيسيبني ويهاجر. يبقى هنا اللي هيخرج من عندي ايدي عامله ايه بقى؟ قال لي ايدي عامله ماهره ومدربه. بس لا، ما انا ممكن يخرج من عندي حاجه اسمها هجره العقول، وهنتكلم عنها تاني بس هقولها. ما هي الدولة لما وفرتش فلوس للرجل اللي باحث اللي بيعمل أبحاث، ووفرت له فلوس عشان توفر له البحث بتاعه وتطور من البحث العلمي بتاعه أو من البحث العلمي للدولة كله، فالرجل دوت الدول اللي بره بتغريب الفلوس وتبدأ توفر له إمكانيات للبحث العلمي فهيهاجر. فهيبقى الرجل اللي هاجر من عندي ده اسمها هجرة يا محترم عقول، لان الدول المتقدمه بتجري تجذب مين؟ تجذب العلماء، تجذب العلماء ليها، فتؤدي الى هجره الايه؟ العقول. طيب نكمل. يبقى هجره العقول بسبب ايه؟ تقول لي بسبب الدول المتقدمه بتعمل على جذب العلماء. ازاي؟ بتوديهم حاجات ماديه وتوفر لهم البحث العلمي، فطبيعي هيعود عليها بالنفع. يبقى الدوله المرسله فيها ميزه، ايوه زياده الدخل وقله البطاله. طب الدوله بقى المرسله ايه عيبها؟ انها هتفرغ من عقولها، هتفرغ ايدي عامله، هتفرغ ايدي عامله مدربه، وهندرب على الكلام ده في اسئله. طيب الدوله بقى المستقبله، تعالى بقى تعالى نتكلم بقى على الدوله المستقبله. ايه بقى الدوله المستقبله؟ قال لي الدوله المستقبله زي دول الخليج العربي دي هيكون فيها مزايا وهيكون فيها عيوب. اول ميزه هي عندها ايدي عامله، لا، فهتوفر ايدي عامله، هتوفر ايدي عامله يا محترم اجنبيه. طيب يعني هي هنا هتتعرض لنوع من الهجرة، والهجرة دي ممكن تكون شرعية وممكن تيجي بطريقة غير شرعية، بس وفرت لها أيدي عاملة أجنبية. طب العيب بقى فين؟ بص بقى محترم في العيب. أنا دلوقتي وفرت أيدي عاملة أجنبية، فتخيل دولة زي الخليج العربي جايب ناس من الهند مثلا وبنجلاديش والنيبال والحتت دي، فدلوقتي الهجرة اللي راحت لها ايه؟ هنا من العيوب هيحصل للدولة عدم تجانس سكاني.
ليه بقى عدم تجانس سكاني؟ لان هيكون في اختلاف في العادات والتقاليد. هنود بيعبدوا الهندوس وانا بعبد الاسلام، فهو تلاقيه بيقدس البقره وانا الناحيه الثانيه بذبح البقره. في اختلافات في العادات والتقاليد. يبقى هنا الدول العربيه بسبب الهجره اللي جات لها هيبقى في تجانس سكاني ولا مفيش تجانس سكاني؟ قال لي لا مش هيبقى في تجانس ايه؟ سكاني، عشان في اختلاف في العادات والايه؟ والتقاليد. فاداني مثال في الكتاب، قال لي زي مين؟ قال لي المثال اللي في الكتاب زي دول الخليج العربي، والمثال الثاني قال لي زي اوروبا. تيجي نحط فكره كده مع بعض نتكلم فيها شويه. بمعنى لو الدولة المرسلة مصر إلى دول الخليج العربي كده، دول الخليج العربي تتأثر بعدم التجانس السكاني ولا لا تتأثر بعدم التجانس السكاني؟ بص بقى الفكرة دي، لو حد بيرايح من دولة عربية لدولة عربية يبقى لا تتأثر بعدم التجانس. ليه؟ لان انا اصلا ليا عادات وتقاليد تتشابه مع عادات وتقاليد الدوله اللي رايح لها، فانا لو من مصر رايح السعوديه فمش هاثر عليها، مفيش اختلاف في العادات والتقاليد، مفيش اختلاف في اللغه، يعني مش هيبقى في تاثر في عدم التجانس السكاني. طب يبقى الدول العربيه، الدول الخليج العربي تتاثر بايه؟ تتاثر الخليج العربي بالهجره اللي جايه من جهه الغرب؟ لا، اللي جايه من جهه شرق اسيا، الهند بقى والحتت دي، ده بيأثر عليها. ليه بيأثر عليها؟ ديموغرافيا في العادات والتقاليد، يبقى عدم التجانس. طب انا دلوقتي من مصر او من شمال افريقيا، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، وهاجرت لاوروبا، يبقى اوروبا بتتعرض لعدم التجانس من جهة أي نقط؟ أدي أوروبا فوق أهي، وأدي دول شمال أفريقيا، يبقى أوروبا هتتعرض من عدم التجانس للدول اللي جاية هنا، دول عربية وهي بتتكلم لغة إنجليزية وعادات وتقاليد تختلف عن عادات وتقاليد، يبقى تتأثر من جهة اللي جاية من جهة الجنوب، أما دول الخليج العربي تتأثر من الدول اللي جاية من جهة الإيه؟ الشرق. طيب كده أنا خلصت إيه؟ خلصت الخصائص بحيث التركيب النوعي والتركيب العمري والهجرة. تعالى بقى لأهم خاصيتين، الدين واللغة. أهم خصائص السكان هما اتنين، الدين واللغة. تعال نتكلم شوية. حضرتك دلوقتي الدولة اللي ليها لغة واحدة بتمثل الدولة قوة، وإذا تعددت اللغات في الدولة دي بيمثل ليها ضعف. والدولة الدين زمان من العوامل اللي أثرت في قوة الدولة. ليه؟ لان الدين واللغه دول بقول عليهم الاثنين قوه انصرافيه، او بنقول عليهم قوه حضاريه. ازاي يعني يا مستر؟ بنقول عليهم ليه قوه انصرافيه وحضاريه؟ الدين واللغه ليه اهم عوامل؟ لان بسببهم ممكن تحصل حروب. ممكن ايه؟ لا، ده بسببهم حصل حروب. الدين واللغة بسببهم حصل حروب. ايوه، تعال نتكلم كده قديما. ها، الحروب اللي كانت بين الدول زمان كانت ايه؟ حروب زي مثلا الحملة الصليبية على مصر او على العرب، ما كانت حرب. اللغة مش قالك ان تم
رسم الحدود السياسيه امتى؟ بعد الحرب العالميه، على اساس في وسط اوروبا، على اساس ايه؟ لغه. يبقى من الاخر اللغه والدين هما اهم عوامل اثرت في تغيير خريطه العالم السياسيه، لان خريطه العالم السياسيه اتغيرت اصلا بسبب الحروب. النقطه الثانيه، الدين واللغه هما الاساس اللي بتقوم عليه اي حضاره دوله. الحضاره بتقوم على الايه؟ على التجانس بين السكان، وتجانس السكان بيكون على اساس ديني او اساس لغه. يبقى هتقوم الحضاره على التماسك والوحده، يبقى اللغه والدين، ركز كده، من عوامل تجانس الدوله. فالدوله اللي عندها لغه ودين دوله ايه؟ متجانسه. حلو قوي. يبقى التجانس اللغه والدين احطهم قاسم مشترك. اكتب الكلام ده، احطهم مع مين؟ واحد مع الهدف الداخلي للجيوبوليتيك، او مع الهدف الداخلي لاراء مين؟ كيلن، بيتكلم على الوحده والتجانس. اللغه والدين تتحط مع السهول، لان السهول من عوامل تجانس الدوله، وخدناه. نحطها مع النقل والمواصلات، لان المواصلات بيعمل على ربط اجزاء الدوله، فانا لما بربط اجزاء الدوله يبقى ده نوع من انواع التجانس. يعني ممكن يقول لي ايه القاسم المشترك بين اللغه والسهول؟ والسهول طبعا من العوامل التضاريسيه اللي هي القوه المفرولوجيه. ويبقى هنا ممكن اقول ان يجي في الامتحان ويقول لي ان تجانس الدوله، ممكن يقول لك كده، تجانس الدوله او من عوامل تجانس الدوله ايه وايه؟ يقول لك انثوغرافيه، ما هي الانثوغرافيه لغه وايه؟ ودين وتضاريس. طب ما هي التضاريس من ايه يا محترم؟ التضاريس منها السهول، والسهول بتعمل على تجانس الدوله، والانثوغرافيه اللغه والايه؟ والدين. يبقى ممكن يجيبها لك في الامتحان؟ اه، وجت في الامتحان الاستشاري. يبقى من تجانس الدوله لازم يكون في قوه انثوغرافيه وقوه ايه؟ تضاريس. طيب يبقى اللغه والدين من عوامل مهم العوامل. ايوه، اهم العوامل اللي فيها تجانس، وبسببها اصلا قامت حروب. طيب تعالى كده نتكلم عن الدين. احنا اتفقنا ان الدين زمان قديما كان سبب الحروب، بس حاليا بقى محترم الدين مش من العوامل اللي بتؤثر قوي. يعني التأثير الدين ليه بقى؟ يعني من الاخر، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم دينكم ولي ديني. حصل ايه؟ حصل تطور فكري وثقافي. انا ماليش دعوه دينتك ايه، ديانتك ايه، بس دلوقتي بقى يجمعهم حاجه اسمها مصالح مشتركه. انا يا باشا مش هاخد جبسي واروح احارب دوله، واروح اقول انا بحارب الدوله دي على اساس دين، وفي الاخر الناس كلها تطلع في الشكورفيه ان انا رحت حاربت، وبعد كده ما اقدرش اوفر لكم الاكل والشرب. لها ابعاد سياسيه. يعني حضرتك قرار ان اي دوله تاخد قرار حرب مش قرار سهل، ده لازم يبقى قرار صعب، وبيبقى رئيس الدوله والنظام البرلمان والشعب، ويبقى تأييد، وكلنا نتحمل مسؤولية القرار، لأن كلنا هنا هنتحمل مسؤولية قرار حرب. يعني توفير الموارد للجيش وللدولة والحروب هيجي على أساسك، أكلك وشربك. ركز، ده توعية. توعى أولاد من تبقى فاهم إن قرارات الحرب مش بسهولة. أنا متعاطف مع ديني ومتعاطف مع اللي بيحصل،
مثلا في غزة واللي ولا بس قرار الحرب مش بسهولة، لأن أنت لازم توفر لل 100 مليون دول أكل وشرب. ها يبقى في ايه؟ في ضغط بقى، في قوة، في حاجات لازم ناخد بالنا منها. يبقى الدين زمان كان بيمثل حروب، بس دلوقتي بقى يجمعنا. فكر مختلف، ثقافة تطورت، وركز تاني بقى يجمعنا مصالح مشتركة بين الدول وبعض عشان بعض، عشان نوفر احتياجاتنا. اقدر اعترف بقى بطريقه دبلوماسيه، بطريقه سياسيه، اخلي الدوله تعتذر، اضغط عليها اقتصادي، اضغط عليها دولي، اخليها تتراجع عن اللي هي بتعمله. ده كلها بقى تطور سياسه. الحرب ده اخر مبدأ تفكر فيه، في ضغوط تانية نقدر ناخد حقنا بيها. وصلت؟ طيب نكمل. ده بالنسبه للدين. يبقى الدين قديما كان سبب في الحروب وتسبب في تغير الخريطة السياسية، بس دلوقتي بقى الناس عندها تطور فكري لكم لا ديني، وبقى في مصالح مشتركة. طب نكمل. ايه النقطة التانية بقى؟ قلد لغة. يبقى الدين من عوامل تجانس الدولة. طب اللغة بيقول لي ايه في اللغة؟ بيقول لي ان الدولة اللي بها لغة واحدة فالدولة دي بتعمل على تجانسها، وبيدي للدولة دي قوة تبقى دولة قوية ومتجانسة. والدولة التي تتعدد بها اللغات ده بيؤدي إلى إيه؟ قال لي بيؤدي إلى ضعف الدولة. ولكن اتفقنا إن لكل قاعدة استثناء، واتكلمنا عن الاستثناء ده قبل كده. الدولة اللي بتتعدد فيها اللغة دولة ضعيفة. يعني تعالى يا محترم نتكلم مصر. الدولة لغة، وركز، لغة واحدة لازم أن تكون لغة رسمية، يعني القانون والدستور بيقول إن مصر لغتها الرسمية هي اللغة العربية. ما تجيش تقول لي بقى دولة في المغرب هناك لا، اللغة الرسمية في المغرب اللغة العربية هي الرسمية. تعالى دولة تانية خلت اللغة الرسمية العربي والفرنسي، بقى رسمي. ما دام اعترف بقى الدولة هي اللغة الرسمية في الدستور يبقى رسمية. الأفضل يكون إيه بقى محترم؟ لغة واحدة. قال لكن قال لي إن في دول بتعدد فيها اللغات، ولكن تعدد اللغات ده يؤدي إلى ضعف الدولة. طب ما في دولة اسمها سويسرا، مالها؟ قال لي دولة سويسرا دي هنعمل لها استثناء، لأن لكل قاعدة استثناء. ليه؟ سويسرا دي دولة فيها أربع لغات. إيه هما الأربع لغات بقى؟ قال اللغة الألمانية، واللغة الفرنسية، واللغة الإيطالية، واللغة الرومانشية أو الرومانية. تاني، سويسرا دولة تميزت بيها أربع لغات، فالأربع لغات دول على الكلام اللي فوق إنها عامل ضعف. ولكن قال لي سويسرا اعترفت بالأربع لغات دول، وقالت إن الأربع لغات دول هيكونوا لغة إيه؟ رسمية. يبقى ما دام اعترفت بيهم لغه رسميه، يعني انا اقدر اخش اي حته في الدوله واتكلم اي لغه منهم، فده معترف بيه رسمي. خد بالك بقى، تعدد اللغات ده كان سبب ان يخليها، نراجع كده مع بعض، تعدد اللغه ده كان سبب ان يخلي الدوله دي دوله تاخد النظام الفيدرالي عشان تعالج المشكله اللي عندها دي، وتدي لكل واحد حقوقه. طب لو سويسرا ما ادتش للدول دي او للاشخاص دول حقوقهم في ممارسه لغتهم، هتقعد زي كده، هتعدي روح الانفصال وكده. ممكن واحد يقول لك انا ما باخدش حقي في الدوله، وانا ما اقدرش، تدينيش لغتي، تدينيش اللغه بتاعتي، ما بتسمحليش اكلم لغتي، فانا هطلب بالانفصال واقعد في مكان وانفصل عن الدوله، وتعمل لها مشكلات اجتماعيه. هي كده حلت المشكله الاجتماعيه ازاي؟ انها خدت النظام الفدرالي وقررت تعترف بالاربع لغات. طيب ممكن نحط فكره هنا. الفكره دي انا قلتها قبل كده في الدرس التمهيدي وهقولها تاني. سويسرا
تأثرت ثقافيا بالدول الجوار ويخرج عنها نقط. لو بصيت كده هتلاقي ان سويسرا لها حدود مع المانيا ولها حدود مع فرنسا ولها حدود مع ايطاليا، ولكن اللي تخرج عن حدودها هي دولة مين؟ رومانيا. هي اثرت عليها بالثقافة واللغة الرومانشية، فيبقى كده سويسرا اتأثرت بالدول اللي لها حدود معاها مجاورة، ولكن رومانيا ملهاش حدود ولكن تأثرت بيها. طيب يبقى كده الدول اللي في وسط أوروبا كان فيها حرب، وبعد الحرب العالمية قرروا يعملوا إيه؟ تقسيم ورسم حدود في وسط أوروبا على أساس يا محترم اللغة. وده خدته أصلا في أهداف الجغرافيا السياسية في أول درس من أهداف الجغرافيا السياسية، حل المشكلات زي رسم وسط حدود وسط أوروبا أو مشكلة وسط أوروبا اللي تم رسمها على أساس الإيه؟ اللغة. طيب في المقابل بقى هلاقي إيه؟ هلاقي إن الدول العربية مالها؟ عندها بساطة في التركيب اللغوي. ليه؟ لأن الدول العربية بتتميز بأنها لغة إيه يا محترم؟ بيتكلموا لغة واحدة وما بينهم تاريخ مشترك اللي إحنا قلناه في الأمة، وفي تجانس سكاني، يبقى تتميز بالبساطة في التركيب اللغوي لأنها بتتكلم لغة إيه؟ واحدة، وهي اللغة الرسمية. آخر بقى جزء عندي وهو الحالة التعليمية والتكنولوجية. ايه بقى الحالة التعليمية والتكنولوجية دي؟ خلينا اوضح معلومة كده في الحالة التكنولوجية، وهفضل اقول المعلومات دي كتير لاني بشوف بعض الناس بتفسر للطلبة الموضوع ده بطريقة غلط. التكنولوجيا احنا خدناها هي فن الانتاج وازاي يستخدم اساليب وادوات في العملية الانتاجية. بس السؤال بقى، احنا بنستخدم اساليب ووسائل في العملية الانتاجية، التكنولوجيا هي العامل اللي بيفصل بين حاجتين. امتى اقول على الدولة دي دولة نامية، وامتى اقول على الدولة دي دول متقدمة؟ يبقى التكنولوجيا هي دي الفيصل، ان اقول ان الدولة دي دولة نامية واقول ان الدولة دي دولة ايه؟ متقدمة. طيب الدول النامية موجودين في قارة ايه؟ بعض اجزاء او في دول في اسيا، لان مش اسيا كلها نامية بالدليل ان في روسيا واوروبا وافريقيا دولة نامية، وامريكا الجنوبية من الدول النامية فيها دول نامية او القارات النامية. طب الدول المتقدمة شمال اسيا كله اللي فيه روسيا مثلا، دي دول متقدمة، يبقى بقى اجزاء من اسيا، وعندي امريكا الشمالية دول متقدمة، واستراليا دول يا محترم متقدمة. انا بس حبيت اقول المعلومة دي لان يعني بوضحها للطلبة عشان ياخد باله منها. طب النقطة التانية، يبقى التكنولوجيا ازاي استخدم الادوات في العملية الانتاجية؟ قال لي طيب التكنولوجيا دي هتميزني بايه؟ قال لي الدولة، قال لي الدول المتقدمة مالها؟ قال لي الدولة دي عشان تبقى عندها تكنولوجيا لازم تعمل ايه؟ تهتم بالبحث العلمي. يعني ايه تهتم بالبحث العلمي؟ يعني تصرف على الأبحاث
العلمية اللي بتتقدم لها من مين بقى؟ من المبدعين. فاكرين المبدعين؟ أصحاب العقول. واحد عنده بحث علم اخترع حاجة فيروح للدولة يقول لها اتفضلي، فتقوم الدولة تقول لك ايه؟ أنا هخصص من الدخل القومي بتاعي مثلا 2%، ودولة تانية تقول لك أنا هخصص من الدخل القومي بتاعي 20%. يبقى كل ما الدولة تخصص جزء من الدخل بتاعها للبحث العلمي كلما حصل تطور في البحث العلمي. خد بقى القاعدة دي واكتبها. يبقى الدولة التي تخصص جزء من الدخل بتاعها اللي هو الدخل القومي، تخصص منه جزء، ها جزء بقى ايه؟ كبير، يعني مثلا 20% للصرف على البحث العلمي. فالدولة اللي بتخصص 20% للبحث العلمي ده هيبقى عندها تطور في التكنولوجيا. والدول التي تعاني من البحث العلمي هي الدولة اللي بتصرف أو بتخصص أجزاء بسيطة من الدخل القومي على الصرف على الأبحاث العلمية. وضح لي يا مستر الكلام ده. هقول لك بقى، لأن اللي أنا بقوله ده جه سؤال عليه في الامتحان. يبقى الدولة لو عندها مثلا دخلها 100 مليون وبتخصص منه 20 مليون للناس اللي عندهم أبحاث علمية، فهتطور البحث العلمي معاه ليه ده؟ فلما تطور البحث العلمي هعمل آلات وأدوات وتكنولوجيا، فالتكنولوجيا هتعود عليا بالنفع بقى في كل المجالات، في الزراعة في الصناعة في التجارة. يبقى البحث العلمي عاد عليا في مجال واحد ولا في جميع المجالات؟ قال لي في جميع المجالات. بس يبقى أنا أقدر أقول كده إيه؟ أقدر أقول القاعدة بقى إن لو أنا اهتميت بالبحث العلمي هيحصل عندي تطور في التكنولوجيا، ولما هتتطور تكنولوجيا هيعود عندي النفع في ايه؟ في جميع المجالات، مجال بقى زراعة صناعة تجارة، كله هيتفع كله هيستفيد. طيب الدولة بقى التي لا تهتم او بتصرف جزء بسيط على البحث العلمي، خلاص هتبقى دولة نامية ما عندهاش تطور في التكنولوجيا. طيب عشان كده قال لي ايه؟ قال لي الدول المتقدمة بتروح للدول النامية دي وتعمل اغراءات لاصحاب العقول اللي عندهم ابحاث علمية، اغراءات بقى مادية تصرف على البحث بتاعه تطوره، فالراجل ده يهاجر. فعشان كده قلت لك الدولة المرسلة من السلبيات اللي بتوضع الدولة المرسلة ان بيهاجر عند عقول. ليه؟ لان الدول المتقدمة بتجذب اصحاب العقول اللي عندها وبتجذبهم زي ماديا او بتجذبهم انها تصرف على البحث العلمي فيعود عليك بالنفع، فيقوم الراجل ده مسايب بلده وهاجر رايح دولة تانية، وانا كده خسرت الكفة. ايه طيب والدليل على الكلام ده بقى؟ قال لي ايه؟ قال لي انت عندك دولة اسمها اليابان، مالها؟ قال لي اليابان من الدول اللي بتتميز بأنها عندها ضخامة في صناعة الحديد والصلب. طيب السبب بقى ان اليابان متطورة في صناعة الحديد والصلب، هل عشان عندها مواد خام وافرة في مواد الخام، ولا عندها تكنولوجيا؟ قال لي لا، عشان عندها تكنولوجيا، مواد الخام عندها اصلا مش كتير وبتستورده كمان من بره، تستورد حاجات كتير جدا من بره من اليابان لانها ما عندهاش وفره كبيره قوي في المواد الخام، رغم انها مناطق جبليه وعندها ثروات معدنيه وعندها مواد معدنيه كتير، ولكن في صعوبه في استخراج الموارد المعدنيه من مناطق الجبال، فهنقول انها بتجيبه من بره. يبقى اليابان هنا تميزت بصناعه الحديد والصلب بسبب الاهتمام بالبحث العلمي وليس بسبب توفير المواد الخام. يبقى اليابان تطورت في صناعة الحديد والصلب
عشان عندها اهتمام بالبحث العلمي مش عشان عندها مواد ايه. تعالى بقى كده محترم نشوف سؤال كده على موضوع البحث العلمي، وبص كده معايا في السؤال ده. السؤال ده جه في امتحان الدور الأول 2021، بيقول لك إيه؟ من خلال الجدول الذي أمامك استنتج أي من الدول تعاني، هو ده كده جذر السؤال، تعاني عندها مشكلة من هجرة الإيه؟ العقول. هي الدولة مين اللي بيهاجر من عندها عقول؟ قال للدولة اللي ما تقدرش تصرف على البحث العلمي، أو بتصرف على البحث العلمي من الدخل القومي بتاعها نسبة قليلة، إنما الدولة بتصرف كتير، إيه اللي يحصل؟ الدولة اللي بتصرف كتير هيكون عندها وفرة في البحث العلمي. يبقى أنا هنا لما يقول لي يعاني، يبقى أنا بدور على أقل دولة بتصرف على البحث العلمي. بص بقى، الدولة سين صاد عين لام، حجم الإنفاق على البحث العلمي، حجم الإيه؟ الإنفاق. يبقى الدولة اللي هتعاني من هجرة العقول هي الدولة اللي بتصرف قليل، يبقى أقل رقم عندي مين؟ 3، اللي هي رقم مين؟ صاد. طب الإجابة مين؟ صاد. ليه؟ لأن الدولة هنا بتعاني من البحث العلمي. طيب لو قال لي بقى أي من الدول دي استنتج التي عندها وفرة في التكنولوجيا، يبقى هدور على أكتر دولة بتصرف على البحث العلمي، يبقى دي بتصرف على البحث، دي عندها عجز في البحث، دي بتصرف على البحث، دي بتصرف على البحث، يبقى أعلى دولة بتصرف على البحث يبقى الدولة دي عندها تكنولوجيا لأنها بتهتم بالبحث الإيه؟ العلمي. إنما هو قال بيقول إيه؟ تعاني من هجرة، يبقى تعاني بقى أقل دولة بتصرف على البحث. طيب ناخد السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بقول لك إيه؟ الجدول الذي أمامك استنتج أي من الدول الآتية بتعاني، اسمع، من تناقص عائدها من العملات الأجنبية. بص يا باشا، الدولة اللي عندها ناس كتير بتهاجر بتدخل لها دخل، بس الدولة القوية هي الدولة اللي صادراتها أكتر من وارداتها. فدك الشكل قدامك كده، وقال لك إن اللون الأحمر ده العائدون اللي راجعين لمصر، اللي راجعين للدولة مثلا، ودول الوافدون للدولة. اللي عائد للدولة يعني قاعد يستقر في الدولة، أني بقى منهم؟ بص ده أزرق، ده وافد، ده العائد، دول كلهم كده عائدون ودول الوافدون، دول كده عائدون ودول وافدون، دول كده عائدون ودول الوافدون اللي جايين. اللي هيوفر للدولة، اللي هيأثر على عملتها النقدية، الناس اللي كانوا مسافرين بره اللي بيحولوا لي فلوس فيها عملات أجنبية، فدول بيزودوا الدخل القومي بتاعي. لما الناس دول يرجعوا هيمثلوا عليا مشكلة، أولا المشكلة إن العملة الأجنبية مش هتيجي وهيقل الدخل القومي، يبقى عيني بقى على أكبر ناس عائدة، الأحمر أهو، يبقى رقم مين؟ صاد. لأن العائدون هم أكتر ناس رجعوا فهيوفروا لي مشكلة في الدخل القومي. طيب نكمل بص على السؤال اللي بعده. الهرم اللي قدامك ده لأحد الدول اللي هي محترم المستقبلة. أجي بقى كده وأرجع معاك، الدولة المستقبلة هي الدولة اللي عندها عدد سكان صغير، فبتعتمد على أيدي عاملة أجنبية، ولما يجي لها أيدي عاملة أجنبية بيبقى مفيش تجانس سكان، يعني في اختلاف في العادات والتقاليد، يعني اختلاف ثقافي. بص يا محترم، للمهاجرين توصف، ادي الاناث وادي الذكور، الذكور كتير اهو، بص دول كلهم كده، القاعده دي بتقول لي ان دي نسبه الناس اللي هاجرت، فمعنى كده الدوله دي مستقبله ونسبه السكور جايه، يبقى هيحصل تحقيق في التوازن التركيبي النوعي، مفيش، هيبقى في تحقيق تنميه اقتصاديه بايدي وطنيه، لا ده انا جايب ناس من بره، هيزيد الايدي العامله الوطنيه، لا ده انا جايب ناس من بره، بس هتعاني من اختلاف الثقافه، يعني اختلاف في العادات، وليه محترم؟ اختلاف في العادات والتقاليد، اختلاف فيها محترم؟ عادات وتقاليد. طيب كده احنا خلصنا.
جزء افكار واسئله. تعالى ناخد السؤال ده، بيقول لك ايه؟ السؤال ده جه في دور اول 22. اي من المقاومات الجغرافيه التي تحقق، ركز، تجانس سكاني؟ احنا اتفقنا التجانس السكاني بيكون سكون، لغه، دين، هدف داخلي للجيوبليتيك. دور لي على الحاجات دي لاي دوله، ايه العوامل اللي بتؤدي لتجانس الدوله؟ عوامل انسوغرافيه يعني لغه ودين، طب عسكريه لا، عوامل انسوغرافيه لغه ودين بس سياسيه لا، عوامل جغرافيه انسوغرافيه لغه ودين بس اقتصاديه لا. طب عوامل انسوغرافيه وتضاريس، اقول له صح. ليه؟ انسوغرافيه اللغه والدين بتعمل على التجانس، والتضاريس زي السهول بتعمل على تجانس الدوله. شفت فكره السؤال ازاي؟ يعني اللي احنا بنطبقه بيجي ازاي؟ طب نكمل. تدعم القياده المصريه البحث العلمي والتنوير التكنولوجي والتطوير التكنولوجي. الهدف من ده ايه؟ هل الهدف من ده ان انا ازود الواردات واقلل الصادرات؟ يعني بص كده، الدوله بيبقى فيها ميزان تجاري. الدوله القويه اللي انت خدتها في التاريخ اللي قالها محمد علي، اللي صادراتها اكتر من وارداتها، يبقى انا عايز دوله بتزيد صادراتها وتقل وارداتها. هو بيقول ان زياده الواردات لا طبعا ما تمشيش. طب اشجع سياسه الاغراق يعني اخليهم يخشوا ويحطوا مواردهم عندي في مصر؟ لا. طب التغلب على الهجره الداخليه ولا الحد من هجره العقول؟ طبعا الحد من هجره العقول، يعني انا اهتم بالبحث الايه؟ العلمي. ولو اهتميت بالبحث العلمي هتزيد صادراتي وهتزيد وارداتي وهقدر اتطور تكنولوجيا وهيعود عليا بالنفع في جميع القطع. عار كده محترم، انا راجعت لك كله. تعالى على السؤال ده، شكل المقابل بيقول لك حجم التجارة الخارجية لبعض الدول. أي من الدول لها القدرة على الصمود ضد التحديات الخارجية؟ بص يا باشا، دي الواردات ودي الصادرات، يعني اللون الأحمر ده الواردات ولونه الصادرات اللون الأزرق. تعالى بقى بالآخر كده، إحنا اتفقنا الدولة القوية اللي تكون إيه؟ صادراتها أكتر من وارداتها، يبقى اللون الأزرق أهو. يبقى مين؟ عين. على طول من غير ما تفكر، ان الدوله القويه اللي يكون فيها صادرات، فدور على اكتر لون، يبقى مين؟ عين. كده حضرتك انا دي مذكره شرح الاسئله، وكده انا حليت لك السؤال. تعالى بقى محترم، كده حضرتك رجعت معايا الجزء الاول، حجم السكان وخصائص السكان، وطبقت لك معاه اسئله، وطبعا دي اسئله وبعض الافكار عشان اعرفك ان احنا بنشتغل صح. فان شاء الله حضرتك معانا في المنصه هتلم الموضوع ده كله. وحابب اقول كلمتين، حضرتك واخد الوحده الاولى كلها معايا على اليوتيوب مجانا. حضرتك ان شاء الله لما تدخل معايا في المنصه هنعمل لك مراجعه على الوحده الاولى بطريقه تانية، عشان الطالب اللي لسه داخل معايا مع بدايه الوحده التانية هيقول لي الوحده الاولى واقع مني فيها حاجات غير الشرح اللي على اليوتيوب. هيتعمل لك برنامج معايا ان شاء الله مراجعة للدروس ديت، وازاي تاخد كل الافكار بتاعتها. هيتعمل لك امتحانات عنها، هيوفر لك اسئلة، هعمل لك ورشة عمل على كل الدروس دي وحلها. هتلم الوحدة الاولى تاني معايا، وانت شغال معايا في الوحدة التانية. يلا ابدأ معايا ان شاء الله، تحجز خلاص معايا في المنصة مع بداية الوحدة التانية ان شاء الله. اشوفكم على خير. تحياتي ليكم من منصة دطب، مستر محمد شعلان، التخصص في الجغرافيا والتاريخ. والتخصص انا واخد تخصص اداب جغرافيا واداب تاريخ وغير دراسات العليا، عشان يبقى الطالب ولي الامر مطمن ولاده شغالين مع مين. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.